مرحبا فيكم من جديد. احنا شفنا مع بعض بالفيديو الماضي كيف احنا انشأنا سكريبت. هذا السكريبت قام عندي بتحريك عنا المجسم او الجيم اوبجكت، وتعرفنا من خلاله انه كيف انا بقدر احرك عندي الاشكال باستخدام السكريبت اللي كان في سي شارب. طب خلينا بهذا الفيديو نتعلم كيف انا بقدر انشئ سكريبت يقوم بتحريك عندي المدفع. راح نعمل عملية دوران لليمين او لليسار بناء على نوع البوتون او الكبسة اللي انا بضغطها على لوحة المفاتيح. راح نختار الكبستين اللي هم الزد والسي كمثال عنا لعملية دوران المدفع. خلينا هلا نيجي على فولدر سكريبت وننشئ عنا سكريبت جديد ويكون سي شارب سكريبت ونسميه مثلا روتيت اللي هو السكريبت يدل انه يقوم بعمل تحريك محوري للمدفع. نختار عندنا شوف بالقائمة اللي هون بختار السكريبت الثاني اللي هو اللي عملناه انشأناه اسمه روتيت. السكريبت هو حيكون بسيط جدا، من خلاله راح نتعرف على كيف انا بقدر انشئ جمل شرطية اللي هي الاف ستيب. فاول اشي بدي افحص انا اعرف ايش نوع الكبسة او البوتون اللي تم الحدث عليها. فاول اشي بضغط اف بفتح قوس عندي كلمة input dot get key اللي من خلالها بحدد له نوع الكي، ايش هي الكي اللي تم الضغط عليها. فالمثال اللي عنا احنا حكينا الكي الاول حيكون زد. هلا جوات كل جمل شرطية دائما بتكون بين اقواس. الجملة عنا حتكون transform dot rotate وبتاخد عندي ثلاث قيم للمحاور هي الاكس والواي والزد. احنا بس بدنا المحور اللي بيكون على اليمين واليسار، فبيكون عندي بنختار اول قيمة صفر وعندي خلينا هذه تكون سالب خمسة وصفر حتى يكون التثبيت عندي فقط باتجاه اليمين او اليسار. وزي ما حكينا باخر كل جملة بخليها بفاصلة منقوطة. هلا الجملة الشرطية الثانية اذا كان ضغطت انا على البوتون سي، فبنحكي اف مرة ثانية input dot get key والمرة هذه بنحكي له سي. طبعا عندي القيمة اللي هون بين الاقواس بتكون عبارة عن نص او تكست، فلازم تكون بين double quotation. نفس الشيء بنحطه هون بين اقواس لمنطقة عندي الاف ستيتمنت، وهون مجموعة الاوامر والاسطر اللي بتكون داخل هذه الجملة الشرطية. اذا كانت الجملة الشرطية صحيحة بنفذ مجموعة الاسطر الموجودة داخل الاف ستيتمنت، وبيحكي له transfer dot rotate المرة هذه صفر تكون قيمة موجبة حتى يكون الاتجاه عكسي للاتجاه السابق. فاذا مجموعة الجمل هذه اضفتها جوات الفانكشن اللي عندي اللي هو الابديت. كل فريم بضل يفحص عندي شو نوع الكي، اذا كانت زد بيعمل روتيت لاتجاه السالب، واذا كانت سي بيعمل باتجاه موجب. نعمل بل نتأكد انه ما في عنا اي ايرور. بنلاحظ في عندي هنا تو ايرور، والسبب انه انا ما اغلقت القوس تاعت الاف ستيتمنت الجملة الشرطية اللي عندي هون. فملاحظ كل ما انا اعمل اي قوس بيضل لي عندي باللون الاحمر للقوس هذا تابع لمين. نفس الاشي هون احنا نسينا ما عملنا اغلاق للاقواس. نعمل مرة تانية بل وهيك ما في عنا مشاكل واعطاني بل سكسسفول. اوكي نرجع هلا صار عندي هذا السكريبت جاهز. هلا بدي اضيفه على المدفع اللي عندي هون، بس بحدد عليه وبسحب عندي السكريبت. نجرب نشوف عندنا النتيجة. حرك عندنا الشكل
لو أضغط على الزد نشوف عمل دوران، السي عمل عكسي. بس إحنا لاحظنا عملية التحريك كانت فقط على المدفع عندي هون، وهاي بنعتبرها مش سليمة عندي بتحريك أنها مدفع. أنا بدي المدفع أحركه يكون مع عندي المنطقة الأسطوانية، يكون المنطقتين مع بعض يتحركوا. التعديل إلها بيكون تعديل بسيط. إحنا بنعرف إنه عندي الإليمنت اللي اسمه تانك جان اللي هو بحدد لي فقط المدفع، وعندي التانك تي اللي هي المنطقة الأسطوانية، خلينا اعتبرها اللي هي تكون المحور عندي لتحريك المدفع. بقوم بس بسحب عندي التانك جان للتانك تي وأخليهم يكونوا زي كأنهم قطعة واحدة، يعني البارنت للتانك جان يكون التانك تي. وكمان السكريبت عندي أعمل له حذف عندي للجان أو المدفع، نضغط عنا على الأوبشن كي اللي هون المسننة وأختار عندي ريموف كومبوننت. هيك أنا قدرت أعمل حذف للسكريبت الخاص عندي بالمدفع، وأعمل تحديد للتانك تي اللي هي بنلاحظ إنها صارت قطعة واحدة، وأضيف عنا السكريبت اللي عملناه اللي اسمه روتيت. نعمل هلأ ران، لو أضغط على زد بنشوف تحركت عندي محور كامل عندي مدفع مع اللي هو البرج أو الشكل الأسطواني. يعني لما أقوم عملية التحريك هيك قدرت أنا أحرك عندي المدفع. طبعا بنشوف في عندي مشكلة بسيطة بالتحريك إنه صار في منطقة زيادة، نعالجها بس أضغط على تانك جان أو المدفع، حركه شوي للأمام وعندي الحجم هنا شوي أصغر. نعمل رن هلأ نشوف عملية الدوران، نلاحظ إنه ما طلع عندي برات الأسطوانة. فهيك مع بعض بهذا الفيديو عملنا سكريبت بسيط إنه كيف بقدر أعمل روتيت للمجسم عندي، وصار هيك عندي الجيم أوبجكت ممكن أعمل روتيت للمدفع. زي مثلا هنا إحنا عملنا تطبيق لألعاب مثلا تكون الدبابات. خليكم معنا بالفيديو الجاي وشكرا لكم.